مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى ملف نقاش الثاني لنهاري اليوم يتعلق بالشان الاقتصادي. مشاكل تنظيميه وراء تذبذب انتاجات دواجن وارتفاع اسعارها بالسوق الوطنيه، غياب الاستثمارات، اللقاحات وانتاج الاعلاف، ثلاثيه فاقمت من وضعيه شعبه الدواجن. نقاط واخرى نناقشها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد طارق خننو رئيس المجلس العلمي للبيطره بجامعه سوق الراس. اهلا بك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله، وشكرا جزيلا على الاستضافه. مرحبا بك. وعبر الهاتف يلتحق معنا السيد علي بن شيبه رئيس الفيدراليه الوطنيه لمربي الدواجن. اهلا بك سيد بن شيبه. شكرا سيدي وشكرا على الاستضافه. أهلا بك. لو أبدأ معك سيد بن شيبة، مشاكل تنظيمية وراء تذبذب إنتاج الدواجن في كل مرة وارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية، ما إن تنخفض الأسعار حتى ترتفع من جديد، ليس هناك بورصة ثابتة، ليس هناك إنتاج وفير يعني طوال السنة، ما هي الأسباب وراء هذا التذبذب إن صح القول؟ نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فيما يخص شعبة الدواجن بما فيها بيض استهلاك او لحوم بيضاء. نعم. هذه الشعبه يعني هي شعبه استراتيجيه، المنتجات نتاعها هي منتجات واسعه الاستهلاك. احنا هذه الشعبه يخصها التنظيم. نعم. لانه اليوم احنا الاستثمارات راها كاينه، المنتجين كاينين. يخص التنظيم. فيما يخص يعني وفره المنتجات، عندنا تذبذب. كان نرجعوا للعام الماضي عام 2023 فيما يخص يعني بيض الاستهلاك او اللحوم البيضاء. العام اللي فات كان عندنا نقص في المنتوج لاسباب، يعني مشاكل، عده مشاكل يعاني منها المربي او المنتج، على عكس السنه العام الحالي. السنه عام 2024 عندنا احنا نقولوا عندنا بالنسبه لبيض الاستهلاك عندنا فائض في الانتاج، عندنا يعني انتاج اللي فوق القدره، اللي يفوق حاجيات السوق. نعم. وطنيا. وفيما يخص يعني اللحوم البيضاء، احنا عندنا حاليا رانا رايحين للتوازن، وباذن الله يعني بربي ان شاء الله راح تكون وفره طيله السنه باذن الله. نعم، نرجو ذلك. سيد طارق، ما هو تعليقك على هذه المشاكل التنظيميه اللي في كل مره في سنة 2024 لازلنا نتكلم عن مشكل في اللحوم البيضاء والحمراء بما فيها اللحوم البيضاء لموجهة لشريحة ذوي الدخل الضعيف والمتوسط؟ ما هي الحلول وما هي الخيارات إن صح القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عندما نتكلم على قطاع الثروة الحيوانية في الأصل هو قطاع حساس، ويحتاج اليوم إلى وقفة من جميع قطاعاته، فكرا، مواصلة، برنامجا، تحديا، واستثمارا. نعم. الآن أعود إلى سؤالكم سيدي الكريم. عندما نتكلم على المشكل الكبير الذي وصلنا إليه اليوم، وهو يعني هذه التذبذبات التي أشار إليها ضيفكم، هو أولا فيه مجموعة من المشاكل أبدأها بالمشكل الأول، هو مسألة التشخيص. نعم. يعني كنا نقول ديجنوستيك دي باثولوجي أو تشخيص دقيق للأمراض. تعلمون انه يعني تم الظهور في حتى على مستوى كثير من القنوات، وحتى يعني العدو الاول لشعب الدواجن هي الامراض، الفيروس، فيه كثير من الاعداء. نعم. العدو الاول الحالي هو مساله النفوق، فيه نفوق كثير. نعم. وفيه امراض داخله، فيه دي باثولوجي دون لا تراديكسيون، استدير كي نهضروا على التشخيص دو بوين دو في ليزيونيل ولا حتى عن طريق الاعراض، فيه لورينتاسيون، استدير كاين بروبليم فيرال، يعني كاين فيه مشكل تاع فيروس. نعم. الان ما هو هذا الفيروس؟ ما هي هذه العطره؟ لماذا؟ لانه كي نهضروا على استدير دابري لا تراديكسيون ليزيونيل، عندنا شك في لا برونشيت انفكسيوز، لا مالادي دو نيوكاسل، ومرض الانفلونزا الطيور. نعم. هذا الشك الكبير في هذه الامراض هذه. نعم. الان ناتي الى ما هي العطرات وما هي المتحورات التي فتكت بهذه الثروة. هنا بيت القصيد. إذا نعود إلى اللقاحات، فيه استورد اللقاحات. نعم. ولكن ما كاينش فيها بروتكسيون كروازي. أنت كي تجيب فاكسان كونتر باغ اكزومبل لا مالادي، هذا مرض معين. نعم. وتعلم أن المرض هذا فيه مئات المتحورات ومئات العطارات.
لابد من ايجاد ما هي هذه العثره، وهذا الامر يحتاج الى سيكونساج. نعم. يعني كان لي الشرف اني زرت يعني مؤخرا في اطار ستاج اليترونجي استدير من تكوين دوله. نعم. في اطار تكوين. نعم. لدوله السعوديه، ورايت يعني كيفاه الناس دير سيكونساج وعندها ما يسمى بمبادره يعني التشخيص الدقيق للعطارات. نعم. المحليه. نعم. قال فوالا راسنا نشوفوا واش من 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 عطره اللي عندنا، نديروا لها السيكونساج وندومونديو الفاكسان. نعم. جيب لنا لقاح ونديروا ان بروتوكول فاكسينال. لابد من وضع برنامج لقاح سنوي ولا شهري ولا لا يليق. نعم. بالامراض. لماذا؟ لانه كي تروح مثلا نهز ولايه من الولايات من الوطنيه خاصه الولايات المنتجه. نعم. انا مثلا انتمي الى ولايه بثنه فيها الكثير من البياطره. نعم. ولكن شاك فيتيرينار عنده ان بروتوكول فاكسينال. نعم. واحد يدير ليست موحده، ما كاينش فيه بروتوكول. يعني وصلت لدرجه انه اونتر بارونتيز راحت الثقه بين المربي والبيطري. عاد. نعم. عاد المربي يقول لك انا ندير البيطري ودار لي بروتوكول الفلاني، عاودت معاه تروا فوا ودخلنا في عالم السيلف ميديكيشن او اللوتو ميديكاسيون ولا الفلاحي تريتي وحده. نعم. وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه وتعثرت الثروه. هذا المشكل الاول. نعم. المشكل الثاني يا سيدي الكريم مساله الاعلاف. اعلاف السعر نتاعها، هذا احنا لسنا بمعزل على العالم سواء في مساله الامراض. العالم كله هو يعاني من هذه المشكله. نعم. ولكن يدير في حلول دقيقه ويعتمد على مجالس علميه متخصصه بور ستادر دياغنوستيكي بور فير ان دياغنوستيك دو سيرتيتود ويكارتيو لا باثولوجي. نعم. رقم اثنين مساله الاعلاف. الاعلاف يا اخي مساله الاعلاف البري نتاعها طلع عالميا بنسبه تقريبا 200% الان. طيب سيد طارق خلينا نخلصوا يعني نخرجوا الفاصل الاشهاري ثم لا نعود. اهلا بكم مشاهدينا من جديد استكمالا لبقيه نقاشنا معك سيد طارق. اذا اهميه الاعلاف بالنسبه لشعبه الدواجن في الجزائر هي بمثال يعني تحقيق الامن الغذائي للثروه الحيوانيه، كيف يمكن تحقيق ذلك يعني؟ والله يا سيدي الكريم يعني النقطه الثانيه اللي لابد من اثرائها هي مساله الاعلاف. لو بري نتاعها يعني سعرها يعني زاد على المستوى العالمي. نعم. ولكن فيه ما يسمى بالاعلاف البديله. هذا الامر عملت عليه الكثير من الدول الاوروبيه، اليوم راهي نحات المشكله. ما هو المقصود ب اعلاف بديله؟ هي اعلاف يعني اللي تخلي كاين انتاجها محلي. نعم. كيما التورتو دو كولزا، كيما استدير السورغو اكسيترا. نعم. اللي راهي راح تعوض لنا التركيبه الحاليه. دونك عندك تركيبه نتاع الصوجا. نعم. استدير كوم سورس بروتيك. انت عندك مصادر اخرى كاينه في البلاد ديرها مادة اوليه. نعم. مادة اوليه، وعندنا ديتاز، وعندنا استدير الكثير من البحوث راهي في الادراج في الجامعات داروا تجارب في هذا الجانب، وعندنا دي سبيسياليست في الراسيونمون في لانيتريسيون يقدروا يعطيونا قيمه مضافه ونهبطوا تكلفه الانتاج. نعم. طيب خلينا نسمع راي السيد بن شيبه. يعني غياب ان صح القول استثمارات ضخمه في مجال تربيه الدواجن، غياب يعني تصنيع اللقاحات محليا، انتاج الاعلاف بكميات كبيره ربما هي ثلاثية فاقمت من وضعية شعبة الدواجن، هل هذا صحيح سيد بن شيبة؟ نعم أخي الفاضل، فيما يخص يعني فيما يخص الاستثمارات يعني في شعبة الدواجن، احنا هنا في دولة الجزائر، احنا تعتبر الجزائر دولة رائدة يعني في مجال شعبة الدواجن. نعم. بما فيها بيض الاستهلاك أو اللحوم البيضاء. احنا عندنا استثمارات كبيرة، استثمارات يعني على مستوى الوطن. أولا عندنا استثمارات يعني على المعايير العالمية، وعندنا دي كاباسيتي، عندنا طاقات كبيرة في عدة ولايات، ولكن يبقى التخوف نتاع المستثمرين يعني من مشاكل الشعبة يخليهم يعني ما يخليهمش، ما كانش جو يعني يشجعهم باش يزيدوا يمشيوا في الاستثمار اكثر. اولا كما ذكر الاخ المشاكل تاع الشعبه، اهم مشكل اللي رانا نعانيو منه حاليا هو المشكل الصحي، هو مشكل نفوق الدواجن اللي عندنا درك اكثر من عام، وشعبه الدواجن راها تعاني منه. نعم. اليوم المستثمر كيشوف الامراض الفيروسيه اللي ما قدرناش يعني نتحكموا فيها، ما تسمى يخاف انه يمشي في الاستثمار. ونفس الشيء بالنسبه تكلمنا قبيل على الفائض في الانتاج اللي رانا نعيشوه السنه في بيض الاستهلاك. نعم.
احنا في بيض الاستهلاك حاجيات السوق وطنيا نحتاج 6 ملاير بيضة سنويا على على مستوى الوطن. اليوم احنا على حساب الإحصائيات اللي عندنا نقدروا نوصلوا حتى ل 10 ملاير بيضة، وعندنا تقريبا 40 تقريبا اكثر حوالي 60% فائض في الانتاج. وين راح يروح هذاك الفائض في الانتاج؟ هذاك حتما فائض تاع الانتاج لو كان ما نلقاولوش عمليه تسويق او تصدير راح يولي يرجع لنا على الاسعار مباشره، راح يصير لنا راح يكون انهيار في الاسعار، وبالتالي يولي المنتجين يوليوا يخسروا. يعني كل هذا يعني المشاكل تخلي يعني الجو يعني ماهوش لا يطمئن يعني للاستثمار. نعم. احنا فيما يخص يعني المشكل تاع الاسعار هو مشكل يتعلق بعمليه ضبط الشعبه او ضبط الانتاج. احنا الحاجيات نتاعنا من اللحوم البيضاء والحاجيات نتاعنا من البيض الاستهلاك معروفه، اذا في الوقت اللي نستورده لازم نديروا ضبط عمليه الاستيراد على حساب الحاجيات نتاع السوق الوطني نتاعنا باش نضمنوا التوازن بين العرض والطلب. كي يكون توازن بين العرض والطلب يكون استقرار في الاسعار، ويكون يكون استقرار في الاسعار، ويكون عندنا استمراريه في الانتاج. نعم. اي بالاحرى انه المنتج يلقى هامش الربح نتاعو، وفي نفس الوقت المستهلك يلقى المنتوج في المتناول، يعني في متناول القدره. نعم. الشرائيه طيله السنه. نعم. موش قال البيض السنه في 2023 نشريه ب 70,000 البلاكه، والسنه نولي نشريه ب 30,000. نعم. يعني هذا غير معقول، مره يخسر الفلاح ومره ينضر المستهلك، يخسر المنتج. يعني هنا هو مشكل تاع ضبط. احنا يعني من هذا المنبر اننا نطلبوا من وزاره الفلاحه انها تلجا لعمليه الضبط. هذا فيما يخص يعني فيما يخص عمليه ضبط الشعبه. وفيما يخص يعني حتى يعني باش اذا ما درناش الضبط لازم نروحوا لعمليه التصدير. يعني سيد بن شيبة، يعني يعقل أن المستمع في هذه الأثناء أو المشاهد يقول لك أنه ليس هناك يعني وفرة في اللحوم البيضاء وفي البيض وغيره في الجزائر، ونحن نتكلم عن تصدير هذه عن الفائض إن صح القول، كيف يمكن أن نوازن ما بين هذه والنقطة الأخرى؟ نعم الأخ، حاليا بيض الاستهلاك اليوم راه يدير يعني الصفيحه تاع البيض راه دير 35,000 في التجزئه. نعم. في سوق الجمله تعمل 32,000، في سوق التجزئه في الاسعار التجزئه تعمل 35,000. نعم. ثلاث بلايك ب 100,000، احنا العام اللي فات البلاكه ب 70,000 75,000، السنه راهي ثلاث صفيحات نتاع بيض الاستهلاك يديروا ب 100,000 دينار. نعم. معناتها عندنا هبطت يعني هبط السعر بحوالي 100%. واش يفسر لك هذا الانخفاض الاسعار؟ هو يفسره انه وفره في المنتوج. نعم. رانا عندنا وفره في المنتوج، هذا فيما يخص بيض الاستهلاك. فيما يخص اللحوم البيضاء، صحيح اللحوم البيضاء يعني ما زالوا غاليين بالنسبه للمستهلك، ولكن كاين سبب بالنسبه للحوم البيضاء. احنا الوفره في المنتوج كاينه، ولكن عندنا ضياع في المنتوج اللي راجع الى نفوق الدواجن. نعم. وصلنا يعني الى اللي كان يعني لي نورم نتاع لي مورتاليتي تاع النفوق في الحاله العاديه لا يتجاوز 6 أو 8% من القطيع. نعم. نتاع الدواجن. احنا رانا عندنا حالات يعني اللي يفوتوا 50%، واحيانا اخرى توصل حتى 80% من الدجاج اللي يصرى له النفوق. اذا كل هذا يعني النفوق راح من جهه طيب انه يخسر المنتج، ومن جهه اخرى راح يكون عندنا نقص في العرض في الاسواق. كي يعود نقص في العرض تسمى يوليو حتى الاسعار يوليو يرتفعوا. نعم. طيب خلينا نسمع راي السيد طارق. يعني الاستثمار في مجال انتاج الدواجن هو مجازفه لاي مستثمر، لانه يعني كما تكلم السيد بن شيبه هناك بعض المربين اللي تكبدوا خسائر تقدر ب 50% من حجم القطيع اللي يقومون بتربيته، كيف يمكن تقليل هذه الخسائر؟ يعني من خلال ربما انشاء مخابر
من أجل إيجاد لقاحات تتوافق مع ربما طبيعة المناخ في الجزائر، طبيعة الأمراض المنتشرة في الجزائر وغيره؟ والله يا سيدي الكريم في حلول، وتحتاج إلى طاولة مستديرة يحضر فيها السبيسياليست المختصين وأصحاب الشعب، يعني خاصة الشعب نتاع الدواجن إذا نتكلموا على المسألة هذه، ونلقاو حلول مباشرة. لماذا؟ لأنه الأمر أولا يحتاج إلى رفع الكفاءة والتكوين للناشطين في هذا القطاع. اليوم يا سيدي الكريم أعطيك مثال بسيط، اليوم كان نطلبوا من طبيب بيطري ناشط في القطاع الخاص اللي راه أون كونتاكت ديريكت يعني فاس فاس مع الدواجن، نقولوا ديرنا أن إيشونتيوناج، جمعنا عينات بور لا بي سي آر ولا بور ليستوبات وبلا بور ستادير ليمينو في ليوريسونس والله كيلكو سوا لي تكنيك، معظم هذا البياطرة ما عندهمش تكوين، يحتاجوا إلى رسكالة. يعني والدليل بين قوسين أنه في معظم دول العالم لاغريمون سانيتير هذه ما يمدوهاش افي، اي واحد يعطيها لك شاك 3 زون، ومن بعد يشوف لو نيفو نتاعك اسكو راك مؤهل، قدمت ام تاخرت، اسكو راك مؤهل عندك تكوين تميتريزيتي تكنيك باش تكمل والله لا. احنا عندنا دي فيترينا خرجوا راهم 20 الى 30 سنه. نعم. المفاهيم تغيرت، المصطلحات تبدلت، الادويه فيها من تم يعني الغاء سحبها نهائيا. نعم. فيه ديزاسوسياسيون جدد، فيه دي تكنيك ريسونت. نعم. يا أخي الكريم إذا أردنا أن نجاري الدول التي قطعت شوط كبير في هذا المجال، لنا من الإمكانات والمؤهلات والتجهيزات والقامات وحتى يعني الإرادة السياسية كينا. اليوم فيه سماع للإطارات. نعم. كلام الإطار اليوم يدون ويطبق، إذن انتهى الأمر. الأمر يحتاج يا سيدي الكريم إلى إعادة تكوين لهؤلاء البياطرة. عندنا 7 معاهد في الطب البيطري ميو بلاسي. طيب وعندنا 7 جدد. ماذا يعني المزارع النموذجية في هذا المجال اللي يتكلم عليها رئيس الجمهورية؟ أيمكن أن نخلق مزارع نموذجية خاصة بتربية شعب الدواجن وتكون مثال يحتذى به يعني بالنسبة للمهنيين؟ والله بالنسبة للمشاريع أو المزارع النموذجية تكون ناجحة. نعم. ولكن يا سيدي الكريم تنجح عندما يكون الاستثمار فيه تشجيع للاستثمار الداخلي. لماذا؟ لأن المستثمر الخارجي إذا كان سمحنا له باش يدخل راح يجيب معاه المدخلات كل، يجيب الأعلاف ويجيب البروتوكول ويجيب لا ثيرابي ويجيب التكنولوجيا، واليوم باش يدير كما احنا الفلاحين اليوم 10 في المطر كاري ديال سيكونت، البري راح يكون عنده استدير نسبة تكلفة الإنتاج تكون قليلة، البري يكون قليل، وهنا الشيء هذا كل واش يخلي الفلاح البسيط الذي قدم لنا خدمة في يوم الأيام وغطى لنا ينسحب من المهنة، ينسحب وينضم إلى زمرة المستهلكين. نعم. يولي يستهلك هو، ونخلقوا مسألة ندخلوا في عالم نتاع البطالة، ونزيدوا فوق كل ذلك دولة دارت وزارة للزراعة والفلاحة والتنمية الريفية، نقضيوا على المصطلح التنمية الريفية هذه. كيعودوا الفلاح نحاولوا كان يقتات من هذا النشاطات الريفية، هي النشاطات. نعم. احنا هذه المهنة هذه نتاع خاصة تربية الدواجن هي من أسهل المهن، عندها 3 أسرار. نعم. نعطيها لك. نعم. السر الأول، أولا التكوين للبياطرة، ولما لا للفلاح للمربي. نعم. وبين قوسين التكوين تدخل فيه حتى مسألة ثقافة التبليغ، يكون ان باثولوجي اللي يحتاج ان ديكلاراسيون ديكلاري دوله بامكانها باش تاخذ اجراءات. رقم 2 مساله التشخيص الدقيق. لا. المساله الثالثه استعمال اعلاف بديله باش تهبط تكلفه الانتاج، والرابعه وهي انه يكون فيه مجالس علميه على مستوى الاقطاب المنتجه تقتنص اي حركيه على مستوى هذا المداجن او في اي حاجه اللي تحتاج ان بروتوكول بيان ديتيرميني ولا تحتاج تدخل، يعني تكون في الميدان. تكون طيب. في الميدان نصحوا الاخطاء. نعم. نامل ذلك سيد طارق خننو رئيس المجلس العلمي للبياطره بجامعه سقراط. شكرا لك على كل ما قدمته. الشكر موصول ايضا للسيد علي بن شيبه رئيس الفيدراليه الوطنيه لمربيه الدواجن، شكرا لك على كل ما قدمته. مشاهدينا مستمرون معكم إلى موضوع آخر، تجاوزات كثيرة يرتكبها سائقو المركبات في الطرقات سيما